هو مين ده اللي يغيب عن عيني؟ برايا جمجوم ده انا بمبم يالا يا ده انا شفت مشاهد مراقبه بعدد شعر راسك. معرفش والله بيعمل ايه، هو دخل بقاله ساعه كده عندي ترز غريب. لا ترز عادي، اسمه هو اللي غريب يا ابني، اسمه طبيعي، اسمه غريب يعني زي شوقي غريب، محمود غريب. هو بقى ترز غريب، ما اسموش ترزي، ايه الغباوه دي يا ده اسمه ترز. ولا هصور لك اليافطه وابعتها لك عشان تفهم. معرفش بيعمل ايه. لا 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 اطمن، انا واخد حذري كويس، انا مش تلميذ يا جمجوم علشان يشوفني يعني. طب يا طنط معلش اقفل لي دلوقتي عشان شفت واحد صاحبي كده صدفه هسلم عليه بسرعه. استاذ درديري، استاذ بمبم، ايه الصدفه السعيده دي؟ ايه الصدفه الغريبه دي؟ بس صدفه غير مقصوده ولا مطلوبه ولا مرغوبه، بس اقسم لك انها محبوبه وملحوقه. ايه الضحكه الفيك دي؟ ايه ده انت لقطتها؟ اكيد، ما اللي ما يشوفش بالغربال يبقى اعمى. مظبوط. انت ايه اللي جابك هنا؟ ابدا كنت بقضي مصلحه كده، انما انت ايه اللي جابك هنا؟ ابدا كنت بقضي مصلحه هنا. سبحان الله، صدفه عجيبه، صدفه غريبه، بس مش مقصوده ولا مطلوبه. الحمد لله. انت ابن حلال والله، الله يحفظك. انا كنت عايز اسالك على حاجه، الست اخلاص ما فيش اخبار عنها؟ سبحانه، ده انا اللي كنت لسه هسالك. اسالني عن مين؟ عن الست اخلاص؟ لا عن حماتك. ايه ما فيش اخبار عنها؟ ابدا ما فيش اخبار عنها، زي ما قلت لكم اخر مره، ده حتى سيارة عمالة تعيط وقرفاني. مين بتعيط؟ سيارة، سيارة مراتي. سيدة؟ أيوة اللي انت شفتوها عمالة تعيط وتقولي فين مامي فين مامي، وأنا توغوشت على الولية. أنا قلقان عليها قوي. لا لا لا، إن شاء الله هتسمعوا أخبار كويسة وهتطمنوا عليها. أستاذ دردير أنت بتعيط؟ أبدا، دي دموع تماسيح. تماسيح، ألف لاكوست عليك. طيب أستأذن أنا بقى عشان أروح أقضي مصلحة. مع السلامة. مع السلامة. الله، هو انت طريقك ازاي؟ انا طريقي كده، اقصد طريقي كده. لا دي صدفه عجيبه بقى، سبحان الله، انا طريقي كده. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه يا استاذ. شافني ازاي ده؟